هاي يا صحابي، وحشتوني كتير قوي. النهاردة انا هحكي لكم قصة ابو الاباء اللي هو ابرام اللي تسمى بعد كده ابراهيم. يلا نعرف قصته مع بعض. قال ربنا لابرام: اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك للارض اللي انا هوريك، هتكون ام عظيمة وهباركك وهعظم اسمك. فعلا راح ابرام زي ما قاله ربنا بالظبط، وراح معاه لوط ابن اخيه ومراته ساراي. وكان ابرام في الوقت ده عنده 75 سنة لما خرج من حران، وراحوا لكنعان. ظهر ربنا لابرام وقال له: انا نسلك هعطي الارض دي. وهناك بنى مذبح لربنا، وبعد كده انتقل للجبل الشرقي اللي هو بيت ايل، ونصب خيمته وبنى مذبح لربنا. وحصل جوع في الأرض، فإبرام كان لازم يتصرف نتيجة الجوع اللي حصل في كل الأرض ده. اضطر إبرام إن هو يروح لمصر ويتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديد جدا. ولما قرب إن هو يدخل مصر، قال لساراي مراته: أنتي جميلة قوي، فممكن أتقتل بسببك، فاحنا هنقول انك انتي اختي، فهيكون ليا خير بسببك وهتحيا نفسي. وفعلا المصريين شافوا ان المرأة جميلة جدا، وراحوا قالوا لفرعون، وفرعون كان هياخدها ليه، لكن اصابه المرض. وقتها نادى ابرام وقال له: ازاي انت ما تقوليش ان دي مراتك، انا بسببك كان هيحصل لي حاجات كتير، خد كل حاجة وخد المواشي وخد مراتك وامشي من هنا. فعلا راح وخد مراته والمواشي ولوط معاه ومشي. بعد كده فضل في رحلته للجنوب لبيت ايل، المكان اللي فيه خيمته في البداية، وما احتملتش الارض ابرام ولوط ان هما يعيشوا مع بعض، فكانت املاكهم كانت كتيرة جدا. ونتيجة كده حصل مخاصمة ما بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوط ابن اخوه. فقام ابرام وقال للوط: ما تكونش في مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لاننا نحن اخوان، اليست كل الارض امامك؟ اعتزل عني، ان ذهبت شمال فانا اذهب يمين، وان يمين فانا شمال. فرفع لوط عينه واختار لنفسه كل دايرة الاردن، ونقل خيامه لسدوم، وابرام سكن في ارض كنعان. وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينك وانظر المكان اللي انت فيه، شمال وجنوب وشرق وغرب، لان جميع الارض اللي انت شايفها دي انا هديها ليك والنسلك للابد، واجعل نسلك كتراب الارض. حتى استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. قوم وامشي في الارض طولها وعرضها، لاني انا هديك اياها. طبعا الكلام ده قاله ربنا لابرام، وكان وقتها ابرام ما كانش عنده ولاد. وقتها حصلت حرب، وهرب ملك سدوم وعمورة وسقطوا هناك، والباقيين فضلوا موجودين في الجبل وخدوا كل املاك سدوم وعمورة وجميع اكلهم، وخدوا لوط ابن اخو ابرام واملاكه ومضوا. فكان ده اللي هو في سدوم. فجي واحد واخبر ابرام، فراح جر غلمانه واسترجع كل الاملاك، واسترجع لوط املاكه ونساء والشعب. وقتها كلم ربنا ابرام في رؤية وقال له: لا تخف يا ابرام، انا ترسل لك اجرك كثير جدا. ووعده مرة تانية بالنسل يرث، وهيخرج من احشائه. وخرجه للخارج وقال له: انظر للسماء وعد النجوم لو عرفت انك انت تعدها، النجوم دي هتبقى نسلك بالظبط. هو ده كان وعد ربنا لابرام وسراي. وقتها سراي كانت امرأة ابرام ما ولدتش،
وكان ليها جارية اسمها هاجر. فقالت سراي لابرقام: الرب قد مسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلك ترزق منها ببنين. فسمع لكلام سراي، وبعد 10 سنين لإقامة ابرقام في أرض كنعان خد هاجر زوجة ليه وبقت حامل. فحزنت سراي جدا وقالت لابرقام: يقضي الرب بيني وبينك. فهاجر هربت. وقتها جه الملاك وظهر لهاجر وقال لها: انت رايحه فين؟ قالت له ان هي بتعاملني وحش سراي. قال لها: ارجعي تاني. رجعت وفعلا ولدت وسموا ابنها اسماعيل. ولدت هاجر لابرقام ابن وسموه اسماعيل. كان وقتها ابرقام عنده 86 سنة. وفي يوم وابرقام قاعد في باب الخيمة وقت حر النهار، رفع عينه وشاف 3 رجالة واقفين، فركع وسجد على الأرض واستقبلهم وطلب ان هم يقعدوا عنده. ودخل بسرعة الخيمة وطلب من سارة ان هي تحضر خبز واختار عجل جيد جدا واداهم ياكلوا. وقتها قالوا سألوه عن سارة وقالوا له هي فين، فقال ان هي موجودة في الخيمة. فوقتها قالوا له ان سارة هتحبل وهيبقى عندك ولاد منها. سارة كانت في الوقت ده واقفة عند باب الخيمة بتستنت لكلامهم وضحكت من جواه، لان هي وابراهيم اصبحوا ناس كبار في السن، ناس قد تيتا وجده بالظبط. فربنا قال لابراهيم: ليه سارة بتضحك؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ فخافت سارة جدا وانكرت ان هي ضحكت. فربنا قال: لا، انت فعلا ضحكتي. وقام الرجالة وكان ابراهيم ماشي معاهم، فبصوا ناحية سدوم. وربنا قال لابراهيم: انا هقولك على الحاجة اللي انا ناوي اعملها. قال له: يا ابراهيم، انت هتكون امة كبيرة وقوية وهيتبارك بيك جميع امم الارض. وقال له كمان ان صراخ سدوم وعمورة كتر جدا وخطيتهم كترت قوي. امر الرجلين اللي معاه ان هم يروحوا يشوفوا سدوم. وقتها كان لسه ابراهيم مع ربنا ماشي، فقال ابراهيم لربنا: انت يا رب هتهلك البار مع الاسيم؟ لو في 50 بار في المدينة هتهلك المكان كله ولا هتصفح من اجل ال50 بار اللي موجودين دول؟ فرد ربنا وقال له: انا لو لقيت في سدوم 50 بار في المدينة انا هصفح عن المكان كله من اجلهم. فرد ابراهيم وقال له: انا تراب رماد واكلم المولى، ربما نقصوا ال50 دول، نقصوا 5. فربنا قال له: أنا مش ههلك لو وجدت 45. فرجع مرة تانية وكلمه وقال له: عسى أن يكون هناك 40. فقال له: لا أفعل من أجل 40. رد تاني وقال له: لا يسخط المولى، عسى أن يوجد 30. فقال له: أنا مش هفعل لو وجدت 30. فقال له: طب لو وجدت 20؟ فقال له: مش ههلك لو لقيت 20. فقال له: لا يسخط المولى، انا هتكلم المرة دي ومش هتكلم تاني. لو لقيت 10؟ ربنا قال له: انا مش ههلك من اجل 10. ومشي ربنا وساب ابراهيم. وجه ملاكين دخلوا سدوم مساء. وقتها كان جالس لوط على باب سدوم. لما شافهم لوط قام بسرعة عشان يستقبلهم وسجد ليهم وطلب ان هو يروحوا بيته ويغسلوا رجليهم والصبح يمشوا ويكملوا طريقهم. رفضوا في الأول، لكن مع إلحاح لوط وافقوا في الآخر ودخلوا بيته وصنع لهم ضيافة، خبز وفطير وأكلوا. وقبل ما يناموا فجأة أحطوا بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الصغير للكبير، ونادوا على لوط: فين الرجلين اللي دخلوا عندك بالليل؟ طلعهم لنا. فخرج ليهم لوط وأغلق الباب وراه وقال لهم: ما تعملوش شر، انا عندي بنتين، خدوهم اعملوا اللي انتوا عاوزينه، لكن الرجلين دول ما تعملوش معاهم حاجة لانهم دخلوا تحت سقف بيتي. وقتها كانوا قرروا ان هم يكسروا الباب، فمد الرجلين ايديهم ومسكوا لوط ودخلوه مرة تانية وقفلوا الباب. ولكن الرجالة فضلوا واقفين على الباب واصيبوا بالعمى من الصغير للكبير. قعدوا هم يتكلموا مع لوط الرجلين وقالوا له: كل اللي ليك في المدينة خده واخرج من المكان، لأننا هنهلك المكان، لأن عظم الصراخ أمام ربنا وهو أرسلنا عشان نهلك المكان. فخرج لأصهار بتاع بنتينه الاتنين وقال له:
لكن قعدوا يتريقوا عليه وما وافقوش ان هم يخرجوا معاه. ولما طلع الفجر كان الملاكين بيعجلوا لوط ان هو ياخد مراته وبناته الاتنين ويخرجوا من المدينة. ولما توانوا وتأخروا مسكوا بأيديهم وراحوا حاطينهم خارج المدينة وقالوا اهربوا لحياتكم وما تنظروش للوراء وما تقفوش في كل الدايرة، اهربوا للجبل لعشان ما تهلكوش. فلوط قال انا ما اقدرش اروح الجبل، ممكن الشر يمسني انا كمان واموت، ففي مدينة هناك قريبة انا ههرب فيها عشان تحيا نفسي. وافقوا وقالوا له هتتقلب المدينة، ما تبصش وراك ابدا. وراحوا وسموا المكان صغر. وبعدين امطر ربنا على سدوم وعمورة نار وكبريت من السماء، وبصت امرأة لوط من وراه فصارت عمود ملح. وقتها نجا لوط وبناته الاتنين من النار والكبريت اللي حصلوا في سدوم وعمورة. بعد كده بكر ابراهيم في الغد ونظر سدوم وعمورة وصاعد من الارض دخان زي الاتون، وافتقد ربنا سارة وفعل زي ما تكلم بالظبط، وحبلت سارة وولدت لابراهيم ابن في الشيخوخة ودعوا اسمه اسحاق، لان كان اسحاق معناها ابن الضحك لان سارة ضحكت. بعد كده امتحن ربنا ابراهيم وقال له يا ابراهيم خد ابنك حبيبك وصعده ليا محرقة، ابنك حبيبك وحيدك اللي انت بتحبه اسحاق، واذهب لارض المرايا وصعده هناك محرقة على الجبل اللي انا هقولك عليه. والصبح شد حماره وخد معاه اتنين من الغلمان واسحاق ابنه وحطب للمحرقة، وراحوا للموضع اللي ربنا قال لهم عليه، وساب الغلامين مع الحمار وخد اسحاق معاه ومعاه حطب المحرقة وخد معاه السكين والنار. وبعدين الولد قال للبابا اين المحرقة، فقال له ربنا يرى له خروف للمحرقة. وصعدوا وعمل ابراهيم بنى مذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه، واول ما مد ايده رفع السكين لقى الملاك بيقول له ما تعملش اي شيء وحش، ونظر ولقى كبش وخده من الكبش دون وخده واصعده محرقة مكان ابنه. ورجع مرة تانية اسحاق مع بابا ابراهيم، اسحاق رجع تاني لحضن باباه. قد ايه اسحاق وابراهيم كانوا بيحبوا بعض قوي، ابنه اللي جاي بعد سنين عمر طويلة. ابراهيم كان واثق في كل وعود ربنا طول حياته، عمره أبدا ما حس ان ربنا في يوم من الأيام هيغزله ولا هيسيبه. قد ايه قصة ابراهيم أبو الآباء حلوة قوي، يا رب تكونوا استفدتوا منها.